السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم في الدورة دي عن إزاي ترسم أو تخرج بلان بالفوتوشوب. أول حاجة هي التعامل مع الأوتوكاد. هنعمل تنظيف للفايل من الفرش، علشان بس وقت الفيديو انا هعدله وارجع تاني اكمل معاكم. انتهيت من حذف الفرش من المخطط. دلوقتي هنوحد لون الفايل، نخليه مثلا بيض بلو. بعد كده هنخلي سمك الخط، نخليه أقل شيء زيرو. الخطوة أهم خطوة بعد ما خلصت أنا الفايل، دلوقتي أنا عايز أصدره للفوتوشوب، فلازم أفتح البرينت، هنلاقي مانج بلوتر، اضغط عليها هتظهر لي صفحة جديدة، اضغط على اد بلوتر ويزارد، اضغط التالي، اختار ماي كمبيوتر، التالي اختار ادوب مع بوست سكريبت ليفل 1 بلس، اضغط التالي التالي تالي، واسمي البرينتر دي مثلا باسم فوتوشوب فوتوشوب، اضغط التالي انهاء، هتظهر لي هنا فوتوشوب. لما اقفل واعمل كنترول بي علشان اطبع الفايل ده، هختار من هنا البلوتر، هيظهر لي هنا الفوتوشوب، اضغط عليه، اختار هنا السايز بتاع الورقة اللي هشتغل عليها A3 مثلا، خلاها في السنتر، اختار ويندو، وبعدين احدد البلان اللي عايز اشتغل عليه في الفوتوشوب، اضغط بريفيو. تمام، هعمل بس اكزيت عشان ارجع اعدل حاجة. الاول لازم اضغط على بلوتو فايل، اضغط بريفيو، كليك يمين بلوت، احفظها على سطح المكتب بأي اسم، اضغط سيف، بعدين افتح، اجي على سطح المكتب على الفايل الموجود هنا، اسحبه على الفوتوشوب، مش هيفتح، اضغط عليه دبل كليك، تقريبا هو الفايل ده، معلش في تشابه، ده حجم الـ A3. هنا اختار دي الريزوليوشن، الدقة بتاعت الفايل هخليها زي ما هي علشان يبقى البرنامج سهل اشتغل عليه في التعليم، وبعد كده انت ممكن تزوده عشان تزود دقة الشغل بتاعك. اضغط اوكي، هيظهر لي الفايل بالشكل ده. انا دلوقتي مش شايف حاجة، عايز اغير الخلفية ديت، اضغط على edit preference، اختار الانتر
اللي هي الترانسبيرنسي اللي هي الشفافية، وخلي اللون واحد يعني الاتنين زي بعض، خلي أبيض الجريدة، خلي أبيض، أضغط أوكي. أوكي الفايل بقى بالشكل ده. دلوقتي أنا عايز أشوف الخطوط أعمل إيه. أعمل كليك يمين دوبليكيت لير، أوكي، كمان نصف دوبليكيت لير، أوكي دوبليكيت لير، أوكي. دلوقتي أنا عايز أدمج الفيلات دي مع بعض، النسخ دي أحددهم كلهم، أضغط على كنترول وحدد، أضغط على التاني والتالت والرابع وأعمل كنترول إي، يتجمعوا هيندمجوا مع بعض في فايل واحد. دلوقتي أنا عايز أشتغل كفوتوشوب. إن شاء الله في الدرس التاني هنشرح إزاي نفرش الفايل